ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمرو درو فيديو جديد. فيديو النهارده كالز هضبه. هو اسمه كالز ولا كيلز؟ عشان ممكن يكون اسمه كيلز بالانجلش وكالز بالعربي ممكن، او انا بنطق بالعربي غلط مش عارف. ابو عرفوني يا ريت. اوكي، ده اول مره اسمعه واول مره اعمل عليه سيرش. اوكي، فانا مش عارف اذا كان ده هيغني مصري ولا هيغني خليجي ولا هيغني بالانجلش ولا ايه نظامه بصراحه. مش عارف. اوكي، فخلينا نشوف الاغنيه دي بتتكلم عن ايه. انا مرعوب بصراحه. يلا ليتس جو. خلز، مفروض خلز، مفروض خلز مش خلز. خلز مو معناته لما نزل دس يعني ابغى بيف. يمكن مغزى فعل خيرة كنت مبادر بالتنظيف، يمكن تهذيب، يمكن استقوي على الضعيف، يمكن ماني لاقي خصم كفو بثبت من عنيف. لما اوضح لك يا جاهل اني ماهر عن لينات المفروض. اوكي، ده ديس تراك، انا معرفش على مين معناها داخل، بس كبداية كلام هو برنس فشخ. ان هو بدأ ان هو مش معناه ان انا بدس، معناه ان انا عايز بيف، فاهم؟ نزل دس يعني ابغى بيف، يمكن مغزى فعل خيرة كنت مبادر بالتنظيف، يمكن تهذيب، يمكن استقوي على الضعيف، يمكن ماني لاقي خصم كفو بثبت من عنيف. لما اوضح لك يا جاهل اني ماهر عن لينات المفروض معناها داخل بطن الشاعر انت تكتفي انك تستمع تصغي وانا صيخ، حروف كتبها ملكي سميني بليغ. يحب دور الضحية واني ماخذ حقه سلب، هذا مو تحليل لينادي تحريات كلب. الفرق بين المعاني عندي دي ليش؟ لانهم رابرز انا الحالي الفضحية، واني ماخذ حقه سلب، هذا مو تحليل لينادي تحريات كلب. الفرق بين المعاني عندي ديبر ليش؟ لانهم رابرز معاني عندي ديبر انا الحالي ريبر. في البداية ازدراء عن جهية لي، في الفترة الحالية ذا الصفات صارت في فرق الفن عن فني، فارق عنف ظني فيني عنف وان لفاني لذاتي نافع عني. ليش اطلب جولة؟ انا حاسس ان انا بفهم الخليج اكتر من مصري. مش عارف ايه معانا اسمه قد الحلبة. لو دلوقتي انا بس لسه واخد بالي. اه ماله الكرسي؟ مني هضبة استهانة لانهم ذاقوا مني هانة منهم مبهم. متعلم يتكلم يتمعلم مكانه، ما يتطور يدهور مكانه، ما هم حصل ما بيوصل وانا بصنع منه خانة. انا خاين التعبير هو تعبيره خانة، علاجي بمبارات علاجه فقزة خانة. ما خاف من صوت عيار ولا مخزن فل، بس اعترف ان الهيبة لي يسف قدامي سل. ليش نطلب جولة مع ناس مقد الحلبة؟ ليش ما تعقني اي عقبة؟ لاني هضبة ماني مخالف لاحد يبغى يكون عكسي، حطه في طريق مراية لجلي يقولوا شايف نفسي. اقدمية زي محاق ما ينشافوا لاني بدر، اسقاطة لولوية صام الشهر نسي الفجر. كل الهم شعر وفان صام الشهر نسي الفجر. كثير تشوف بس قليلة تبصر، قليلة تبصر. كل بطاط للنكاز وانا هم احرق هزلهم بكل بساطة لاني كاز. كله يبغى يكون لجن زمن تكنولوجيا، نسوا ان الاساطير مجرد ميثولوجيا. سايكوباث امام الملأ دنفر، عيون كثيرة تشوف بس قليلة تبصر. كل الهم شهر وفانز وانا هم احرق هزلهم بكل بساطة لاني كاز. نازل كاز كاز الجماعة وانا هم احرق هزلهم بكل بساطة لاني كاز. كاز كاز كالز، انت بتقول كاز برو اللي في الاخر. نازل فانز وانا هم احرق هزلهم بكل بساطة لاني كاز. كالز كاز، انت بتقول كاز. نازل فانز وانا هم احرق هزلهم بكل بساطة لاني كاز. نازل كاز بيقول كاز، مكتوب كالز. جماعة فرد يهجم معلي، ده اسمه خلاص. عايزني اقول كازل هقول كازل. اوكي كازل بالنسبة لي كازل. اوكي زي ما هو نطق، انا مش دعوة بالمكتوب، صباح الفل. بعد كده هقول كازل. فرد فرد مو نافع ما دام انك راح تتلكم انك فرد. فشل داخل فشل زي محرم من لديني، ميدوسا مع بوساد نظلي له لاتيني. عشان الشهرة يبيعوا الروح، عقول ما تكبر سبب تافه للوفاة. هيث ليدجر
هم معيق تجديد هذا المطيق نفس الكيكي لما تجدد بعد نسخة البطريق حتى لو معيق تجديد هذا المطيق نفس الكيكي لما تجدد بعد نسخة البطريق حتى لو ماني عميق على الأقل بنشي هادي وجع ما غطي ضعفي بالزعيق اتكالي في كل شي بس اتكالة نحفر قبره كيف تسمو الريل امسيز انا كاتبهم بس اقرو عندي لايك يو عالي بس الاتش فيهم اعلى همي اطلع فوق الساحة هم يكون مني اعلى كلام موزون حتى لو بس كابلة يحسب نفسه دنجر بس الخطر منه زي أبلة نوتوريوس كزما بارز ار بي جي هم تكرار واستنساخ كنترول سي وبي حط مكانه لي دخل ساحة كل اللي فيها بغوا عليها كل فطيها وانا عليها وطيها باقي الكلب يشق طريقة وانا الشق عندي طريقة حطم زمن نعاها بتوطاها رقبهم دي الحقيقة اوكي كاز اوكي بس مكتوب برضو ينافو اي خلز خلز زي ما انا قلت لاني كي اتش مفروض خ اي خلز خلز ما علينا اسيبكم من اي في الاول دي خلز 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 جاب منين الاسم ده جاب منين الاسم ده هو عامل تلاتة من اغنية هدف لا مو زي كده تقريبا صحيح اللي كاتب لي كان كاتب لي تلاتة ما كانش كاتب لي واحد ما علي انا عملت واحد في 2 في 3 اوكي فعرفوني لو في ناس جديدة ياريت تعرفوني هو بيدس مين وفي 2 هيدس مين وفي 3 هيدس مين ولو في 4 عرفوني هيدس مين برضو وعايز بسمعهم الناس اللي هو دسهم اوكي عايز اشوف مين احسن اوكي عشان ابقى عارف هو بيدس مين بالظبط ما علينا ده كان رياكت يا رب يكون رياكت عجبكوا يعني انا مشكلتي في الاغنيه كلها اسمه بس بالنسبه للاغنيه انا في اول حته اللي عجباني فشخ كبدايه الاغنيه ان هو بيقول ان مش معناه ان انا بدس معناه ان انا عايز بيف مش عارف ايه طريقته كانت عجباني فشخ عن اخر حته وهو لو كان واقف في الاول دي خلاص صباح الفل هو نهى الكلام يعني بصراحه لو نهى الكلام مفيش مش هيبقى في بيف تاني اوكي بس هو طول وقعد يشد في الحاجه فاللي هو عشان كده بقى في هضبه 3 فاللي هو انت اللي عملت كده يا برو ما علينا ده كان رياكت يا رب يكون رياكت عجبكم اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ويلا تشوس